هتعرف ايه عن هاشتاج اغلفه موازيه وايه رايك فيه؟ هو انا شفت الهاشتاج ده من يومين تقريبا، وشفت ان هو اغلب الكتب او اغلب الروايات اللي هي اللي موجوده سواء بالانجلش او بالعربي بتتعمل على الصور او كوميكس الصور او افلام عندنا او لمسلسلات او حاجات زي كده. هو هاشتاج بيمزج ما بين الحياه بتاعتنا دلوقتي والحاجات اللي هي كوميكال شويه، يعني مثلا الافلام بالتيتر بتاعها بيعملوا عليها بقى كوميكس دلوقتي. رايي فيه ان هو مضحك قوي، يعني لطيف جدا. هو هاشتاج بصراحه كويس جدا، وان اكتشفنا ان شعب مصر مثقف جدا، وان يعني في كرياتيفيتي في الموضوع، وان الميمز يعني ممتازه بصراحه، الدنيا جميله جدا، وهو هاشتاج لطيف بصراحه. شفت الهاشتاج على تويتر، كان الناس بياخدوا مثلا يعني عنوان مثلا روايه او فيلم او احداث يعني بتحصل في الحقيقه وكده على سكرينات، مشهد بيحصل في الحقيقه، حاجه فاني مثلا كده. بس كان في كتاب لطه حسين فنزلوا عليه كوميك مرار الايام، فقالوا اقفل الترند على كده، لكن اكتر من كده ما دوستش. ما اعرفش هي فكره مين، بس الفكره عجبتني جدا بصراحه، ان هو ياخد يعني افيش من فيلم او لقطه من فيلم ان يحط عليها اسم الكتاب، كان بصراحه فكره عبقريه. اللي هو مثلا البعض لا يذهب بالمأذون مرتين، فهم جايبين كاركتر من المسلسل اتطلق كذا مره، بيطلق العنان لناس كتير قوي مبدعه ان هي تقول الفكره بشكل مختلف، وده بيظهر قد ايه احنا ممكن عندنا كرياتيفيتي بس مش عارفين يعني نظهرها بشكل افضل من الناس على السوشيال ميديا وخلاص. بسطت اصلا اخش اعرف اسماء كتب جديده كان بالنسبه لي فيها اسماء انا مش عارفاها، ولما حطوها على كوميكس وحطوها على حاجات مختلفه حسيت ايه ده اوكي، يعني شدتني اصلا ادور ورا الكتاب وادور هو ده بيتكلم عن ايه.